بمحكمة سيناء في الدار البيضاء تنعقد أول جلسات اليوم بقاعة منيا للبث في ملف الدكتور تازي السينافيا بعد أن تم تعيينه وتم إحالته على القاعة منيا لهيئتين ونشر الدعوة من جديد. اليوم حضرنا وسجلنا المؤازرة عن مؤازرين كما سجلناها في المرحلة الابتدائية. الجلسة المقبلة سوف تكون بتاريخ 23 سعود لإحضار المعتقلين من سجن عكاشة حتى تكون جلسة حضورية وإعادة نشر الدعوة من جديد ومناقشة هذا الملف فيما يتعلق بالجانب الشكلي ودفعه الشكلية، ثم استماع إلى المتهمين، ثم مناقشة الموضوع في المرافعة في انتظار أن تنتهي هذه الهيئة إن شاء الله، وخا الأمر بقي شوية جديد، وإنما نآمل فعلا بأنه تكون هناك براءة من الجنح التي سطرت في حق مؤازرينا في المرحلة الابتدائية لعلمنا ويقيننا بما أن الأمر يتعلق بمناقشة قانونية صرفة وبهذا الحكم الذي يحتوي على 1000 صفحة، فلنا شهية مهنية قانونية كبيرة جدا لإعادة مناقشة هذا الملف خلال مرحلة الاستئناف. بالنسبة للحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في مرحلة سابقة وفي شهر يوز فهو حكم قانوني صرف، تعليل ممتاز جدا، انتهى إلى البراءة فيما يتعلق بجناية التجارة في البشر. اعتمد المحكمة ما هو قانوني وما هو معلل تعليلا سليما قانونيا لا يمكن أن يختلف عليه اثنان في أننا فعلا انتهت المحكمة إلى ما كان ينتهي إليه الدفاع بالقول براءتهم، على اعتبار بأن الأفعال التي نسبت إليهم والتي هم من أجلها متابعين لا تدخل نهائيا في زمرة جناية التجار في البشر، وفعلا التعليل الذي انتهت إليه المحكمة هو ما كان يناقشه الدفاع خلال المرحلة الابتدائية. فيما يخص الجنح، شخصيا أختلف مع المحكمة في إطار القانون وفي إطار أننا لسنا نتراشق بالقانون، إنما نناقش القانون حتى نخرج إلى خلاصة تنتهي فعلا بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، والنص الذي يقول بأنه عناصره التكوينية سواء المادية والمعنوية لا يمكن أن تخرج عن إطار الأفعال التي تضمن في محاضر الشرطة. أجد بأن أختلف مع المحكمة فيما قضت به من متابعة من أجل جنح للمشاركة في النصب والمشاركة في تزوير وثائق أو الإدلاء بمعطيات خاطئة أو بث أو توزيع صور لشخص دون علمه يتقل سنه عن 18 سنة. هناك اختلاف كبير ليس من ناحية الواقع وإنما من ناحية القانون وعناصر تكوينية لكل متابعة تم تصديرها لهؤلاء الأشخاص في مرحلة معينة وتم مناقشتهم فيها. سوف نناقش هذه الجنح فيما انتهت إليه المحكمة الابتدائية في مرحلة أولى مناقشة قانونية، ونأمل أن تنتهي محكمة الاستئناف فيما يراه الدفاع من براءة من الجناح التي هي منسوبة إليه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.